السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب فيكم في محاضرة جديدة من محاضرات مسار التحريك ثلاث الأبعاد. إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة راح نستكمل موضوع الفيزيكس اللي بدأناه في المحاضرة الماضية. طبعا في المحاضرة الماضية حكينا عن حركة الكلوث وحكينا عن الكوليجين الأجسام التصادمية بشيء من التفصيل. في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى راح نشرح مثالين. المثال الأول كيف إحنا نعمل استارة بتسكر وبتفتح، والمثال الثاني طبعا من خلال طبعا الكلوث، والمثال الثاني راح يكون إنه كيف إحنا ممكن نعمل علم وبيرفرف، تمام؟ ونشرح إيش الخصائص المتعلقة فيه، يعني والعناصر والأدوات اللي راح نستخدمها لحتى نحقق ونطبق هذا المثال. طيب الآن بدنا ننشئ بلان عشان نعمل الستارة، فنعمل add mesh بلان، تمام؟ هذا البلان هعمل له سكيل بس نكبره شوية، ونعمل له روتيشن باتجاه الاكس، او ممكن روتيشن افضل باتجاه الواي 90 درجة، ونعمل له سكيل باتجاه الزد بزيادة شوية، وسكيل باتجاه الواي بزيادة شوية. نعمل استارة ونعمل ابلاي للسكيل وابلاي للروتيشن. ننتقل الان للإيديت مود. قلنا عشان نعمل سب ديفيجن بالزر اليمين ونحدد قيمتها 50 عشان نعمل نعومة اكتر في الحركة زي ما بدنا. الان الاستارة هذه تتعلق من النقاط الموجودة في الاعلى، فراح اعمل الان في الإيديت مود اضغط مثلا 3. الآن نضغط ب Box Selection، نحدد النقاط اللي فوق، ضغطة برا نحدد النقاط اللي فوق، ونيجي نعملهم Group زي ما حكينا في المحاضرة الماضية، وبعدين Assign عشان أنا أتأكد إنهم أو مش أتأكد، عشان أنا أعمل Assign للنقاط هذه للجروب، ألحقها بهذا الجروب. الآن راح أنتقل للEdit Mode وأنشئ، عفوا للObject Mode وأنشئ مش الBasis، أضغط إضافة Key لما يجيب لي Key هنا. الكي هذا هو اللي انا بدي اسجل عليه الحركة، اللي هو بده اسجل عليه الفاليو. طيب ايش الفاليو اللي بدي اعملها؟ بدي انتقل للإيديت مود، هيني انا محدد الجروب هذا واعمل له سكيل للداخل، تمام؟ ارجع الان للأوبجكت مود وابدا احكم في الفاليو، بلاحظ انه الان قادر يحرك لي القيمة او يغير لي في قيمة في الكي الاول اللي انا ضفته، هذا الفاليو. الفاليو لايش؟ للسكيل اللي انا عملته. طيب ايش حستفيد منه؟ الان حاجة اسجل عند الفريم رقم 0 حعمل كي فريم، وعند الفريم رقم 60 راح اعمل القيمة 1 واعملها كي فريم، تمام؟ طيب الان هي اللي صار، انه بس النقاط اللي فوق اتعدلت او النقاط اللي فوق انضمت لبعض بالشكل هذا. هذا الأوبجكت راح اجي للفيزيكس اللي فيه واعمله كلوث. طبعا هو وقع، الكلوث هذا وقع، لكن حاجي تحت على الشيب واعمل له بن تعليق من الجروب واحد، تمام؟ جروب واحد هو اللي بده يمسك. نرجع الان على السيلف كوليجن. عندي في الكوليجن حكينا بدي احط صح على السيلف كوليجن، طبعا هذا الكلام شرحناه في المحاضرة الماضية. هاي زر الكوليجن، ازود قيمته لسبعة مثلا وبشغل السيلف كوليجن. طيب الان على الكاش راح اجي اعمل مثلا بدي اياها من 1 ل60 واعمل بانك. نشوف ايش اللي صار في الحركة. اللي صار انه هاي الستارة كانت هيك وانضمت بالشكل هذا. يمكن بدنا احنا فريمات اكتر، راح اعمل ديليت بيك واعملها لمية واعمل تاني بيك. نشوف ايش اللي صار اساسا. اللي صار انه انا النقاط اللي فوق عملت لهم سكيل، ضميتهم لبعض، تمام؟ عملت هذه كلوث وسجلت لهذول النقطتين كي فريمز، فبالتالي لما هذول ينضموا لبعض الستارة حتلحقهم وتنضم معهم، تمام؟ فهم؟
نشوف هيك بالشكل هذا. طيب الآن هذه الستارة زي ما قلنا لو كان فيها شباك بدي أجي تحت وراء وأضيف ريح، حعمل Shift A Add Force Field قوة خارجية نطاق قوة، وهو عبارة عن ريح Wind. هذا الريح بدي أعمل له G وأحركه باتجاه X، أجيبه هنا أعمل له Rotation باتجاه Y وأوجهه. لاحظوا السهم وين متوجه على الستارة، ممكن كمان مرة أعمل له G باتجاه الزد وأنزله لتحت بالشكل هذا. الآن هذه الريح حتأثر على الستارة مباشرة. لو أنا الآن شغلت الحركة مش حتأثر كتير، بدي أمسك الريح وأجي على خصائصه وأزود قوة هذا الريح، أعمله مثلا 500. تمام، قوة الريح 500. لاحظوا وين صار تأثيره بعيد، لو كانت قوته 1 تأثيره عنده، بس هنا قوته 500 حيبعد او حيمد مجال التأثير. وبدي نعمل له روتيشن باتجاه الواي شوية هيك، بالشكل هذا مجال التأثير. طيب القماش لو نزلت فيه في الكلوث من تحت على الاخر فبلاقي في عندي فيلد ويتس، هل هو بيتأثر بالويند بالريح؟ بيتأثر بنسبة 100% 1. وهذا الكلام حنرجع له كمان شوية. نطلع فوق بدي اعمل ديليت واجي اعمل تاني بي عشان يعمل سيميوليشن للحركة، لانه انا ضفت لها عنصر جديد هو عنصر الريح. احنا عاملينها 90 فريم او 100 فريم، نشوف لاحظوا كيف صار الريح الان. هذا اللي انا عملته اثر على الستارة، فصار على الستارة حركتين، حركة الريح وحركة السكيل للاوبجكتس. ممكن اعملها شيد سموث هنا عشان ما بينش المشاكل اللي موجودة في الصورة او في الستارة. تمام، هذا الكلام نفسه انا بدي اطبقه الان على حركة العلم. لكن قبل ما نروح للعلم بدنا نشوف، لو رحت انا للكلوث من تحت فيلد ويت وقلت له انا بديش اياها تتاثر بالويند، ورجعت تاني عملت ديليت وتاني بيك، لانه احيانا بيكون في عندي ريح بديش ياثر على الستار، بدي ياثر على اشي تاني بس. تمام، يعني هذا الشباك مسكر، كيف بدي اياه ياثر على الستار؟ مش حياثر على الستار والشباك مسكر. فانا ممكن اعمل حركه انه هاي ديليت وانزل تحت بهذه القيمه في يعني في نقطة معينة يكون لها وزن أو يكون لها تأثير هنا. عفوا، حاضغط زد على 20 مثلا، هنا يكون تأثيرها 0، هاي سجلت لها كي فريم. وعند 40 يكون برضو تأثيرها 0، هاي اي كمان كي فريم. لكن بعد 40 بتصير تأثر، فحاجة اعمل قيمتها 1، هاي اي كمان كي فريم. يعني حركة الريح من البداية مش حتأثر، حتأثر بعد الفريم رقم 40. يعني انا كنت مسكر الشباك وعند الفريم رقم 40 رحت فتحت هذا الشباك فأثرت الريح عليه. نشوف نتيجته، لاحظوا من البداية فيش تأثير للريح ابدا، عند الفريم 60 بدأت الريح تأثر، فتحت الشباك انا، عند نقطة معينة سكرته برجع بقلل قيمة هذا الريح. هيك أنا ببدأ أفكر كيف أنا ممكن أعمل سيناريو كامل لمشهد في شباك، في ستارة، في حركة رياح، في أي فيلد أو أي فورس فيلد من اللي إحنا حكينا فيه. طيب هعمل الآن نيو جنرال عشان نعمل العلم. المثال الثاني، العلم فيه سارية حتكون عبارة عن سلندر، وهي سكيل باتجاه الزد لهذا السلندر، وسكيل شيفت زد كمان عشان ارفع السلندر شوية. ممكن كمان اعمل الان او اضيف بلان هو العلم، هاي سكيل، هاي سكيل باتجاه باتجاه الواي بالشكل هذا. هذا العلم بدي اعمل له روتيشن باتجاه الواي 90 درجة وارفع جي باتجاه الزد للأعلى، جي زد
هنا وجي باتجاه الواي. ممكن كمان اعمل له سكيل باتجاه الزد، ازود قيمته بالشكل هذا. هاي عندي علم، هذا العلم الان انا بدي اربطه بالسارية من خلال عدد من النقاط، يعني لو طلعت عليه من 3 بدي احركه باتجاه الواي جي واي. تمام، نشغل الشورت كاتس، نروح للإيديت مود زي ما عملنا قبل هيك ونعمل سب ديفايد ونضيف القيمة اللي احنا بدنا اياها، وكل ما زادت القيمة هذه بتعطيني نعومة في الشكل اكبر. راح اخذ الان النقاط الموجودة في الاعلى شيفت والنقاط الموجودة في الاسفل، ممكن اخذ كله وممكن اخذ بس نقاط من هنا ونقاط من هنا، وحاجة اعملهم مع بعض جروب واعمل لهم اساين. تمام، هاي الان حددت هذه النقاط. طيب هذه النقاط راح امسك العلم ونروح على الفيزيكس، نقول له انت عبارة عن كلوث، نختار نوعه خليه قطن مثلا، وننزل تحت على الاعدادات تاعته. حكينا في عندي الكوليجن بدي ازود الريزوليوشن تبعته ل7، سيلف كوليجن عشان العلم ما يتضرب في بعضه بشغله. هذا الكواليتي والسيلف كوليجن. الشيب بده يكون في له بن، بده يكون معلق من الجروب واحد. الا لو عملت كالكوليت او عملت من كاش يفترض انا العنصر اللي بخلصه بسكره عشان ما يعني يعمل عندنا الاشكاليه انه انا ابغى ابحث عن الخاصيه، بدي اجي على الكاش واجي اقول له اعمل لي اياهم 50 فريم من 1 ل 50 وبيك. هنا اللي حلاحظه انه العلم راح يوقع، لكن حيضل يعني حينزل من هنا لكن حيضل معلق من المكان هذا وكانه معلق في الساريه يعني. بالشكل هذا. تمام، ممكن اعمل العلم شيد سموث، ممكن العلم كمان اعلمه شيفت والساريه واعمل كنترول بي اوبجكت بس عشان لما انا احرك الساريه يتحرك مع العلم بس مش اكتر. تمام، طيب الان اللي بدنا نعمله انه بدنا ريح ياثر على هذا العلم. هنا في عندي ريح، حضرت شيفت اي اد فورس فيلد ويند، الويند هذا بدي اعمل له جي باتجاه الواي، هاي جبته هنا، وانا بالنهايه اللي بتحكم بالاتجاه يعني حعمل له روتيشن باتجاه الاكس. حاجه على الخصائص تاعته ازود قيمته ل1000 مثلا، هيك بشوف وين هو مأثر. لا بده اكثر، 1500 عشان التأثير يتعدى أو يتخطى. ممكن أعمل له كمان مرة روتيشن باتجاه الإكس، أيوة عشان يأثر على العلم من هنا، هاي آر إكس. هذا كلام يعني كله أثناء التجريب بنشوف إحنا كيف بدنا اتجاه الريح. هاي الاتجاه، هاي السهم هو اللي حدد لي الاتجاه. طيب الآن العلم هذا بتأثر بشكل كامل بالريح، متأثر هاي الفيلد ويت متأثر بشكل كامل بالريح. تمام، بدي اجي اسجل له حركة، احكي له عند الصفر بدي اخلي الويند صفر، هاي اي الها. تمام، ويعني بدي اخلي العلم يوقع زي هيك، بعدين الريح يعاود تاني يطير، وهنا برضو القيمة صفر وهي اي. طبعا بحط الماوس هنا بضغط اي عشان يسجل لي القيمة، وبعدين يبدا الريح لعند فريم 140 يصير تاثر كامل وهي اي. هيك انا سجلت الحركه. طيب نرجع الان نطفي هذا ونيجي ل ديليت، وقلنا لعند ال 150 140 150 وهي بيك. اللي حيصير انه هنا العلم راح يسقط، بعدين في هذه النقطة راح يبدأ يأثر الريح على العلم ويرفعه لفوق. طبعا في إمكانية احنا نضيف عليه خامة علم زي ما تعلمنا في المحاضرات الماضية والفصل الماضي كيف أضيف صورة على هذا الإبهام. تمام، نشوف
هيو بيوقع ما أثر، الآن الريح بدأت تتأثر على العلم وصار يرفرف هذا العلم، تمام؟ الريح قوية ورفعها لفوق، ممكن أمسك الريح هذه وأعملها جي باتجاه الزد للأعلى، وبعدين جي باتجاه الإكس هيك، عفوا مش جي، آر باتجاه الإكس. ار اكس، تمام. وبرجع تاني بمسك الكلوث بعمل ديليت وبعمل تاني سيميوليت عشان اشوف النتيجة، وممكن اعطيه كي فريمز اكتر يعني. النتيجة الآن الريح بدأ يأثر وبدأ العلم يرفرف بهذا الشكل، تمام. وزي ما قلنا احنا عارفين انه بنقدر احنا نغير في قوة الريح، نغير في انسيابيتها، في عندي النويز كمان، هل الريح تشد وترخي شوية شوية، تمام. انا بقدر اتحكم في هذه الاعدادات، وطبعا في الدروس القادمة راح نتعرف اكثر على هذه الاعدادات. الان احنا بنكون حكينا عن او في الفورسز، في القوة هذه حكينا عن الفورس فيلد، تمام، حكينا عن الكوليجن وحكينا عن الكلوث، وعرفنا ايش كل واحدة فيهم الاستخدامات. طبعا بالنسبة للفورس فيلد في عنا منها لسه قيم كثيرة، او في عنا كمان يعني اوبجكت كثيرة ممكن احنا نضيفها، برضه حنتعرف على بعضها ان شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة. يعطيكم العافية.